وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر اتصال هاتفي من لندن معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة. إذا مرحبا بمعاليكم معنا في نشرة الثامنة. هل حدثتنا معاليكم عن جهود السفارة وما قامت به من دور خلال عملية التصويت هذا اليوم؟ مرحبا أخت عزيزة وشاكر لكم هذه الاستضافة. اليوم تشرفنا باستقبال مواطني مملكة البحرين المتواجدين حاليا في المملكة المتحدة بمختلف مناطقها من الطلبة ومن الزوار ومن المقيمين للمشاركة في عملية التصويت الخارجية للانتخابات البرلمانية في مملكة البحرين. كما حضر مجموعة من المواطنين من مختلف الدول الأوروبية اللي نمثلهم في لندن. وهذا الإقبال الكبير والغير مستغرب من مواطني المملكة إلا هو دلالة واضحة على رغبتهم في ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة في العملية البرلمانية وإيدانهم بالمسيرة الديمقراطية والمشروع التنموي الشامل بقيادة سيدي حفظ صاحب الجلالة أهل البلاد المعظم حفظ الله ورعاه ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه. نعم، ضعونا في الصورة معاليكم، ما هي مشاهداتكم وما لمستموه اليوم من خلال العملية الديمقراطية في السفارة؟ والله يعني في أول 6 ساعات من اليوم تقريبا صوت أكثر من 200 ناخب عندنا هنا في السفارة، الكثير منهم من الطلبة الموجودين في مختلف مناطق لندن، كما حضرها السواح في لندن، كما حضر عندنا مريض في احدى المستشفيات وجانا يعني رقم يعني مرضى وصعوبه التنقل لهنا ابى انه يحضر ويصوت اليوم معنا في عرس ديمقراطي جميل شارك فيه جميع ابناء مملكه البحرين في الوصول الى السفاره والتصويت. و شفنا أن العديد قاموا يعني من صباح الباكر وخذوا القطارات لمسافات طويلة من شمال بريطانيا ومن جنوبها، وكانت فرصة للجميع للالتقاء مع بعض، والحمد لله يعني السفارة قامت بإعداد يعني حملة إعلامية وبرامج في برامج التواصل الاجتماعي تحثهم على المشاركة وسهل لهم أمورهم في الوصول إلى السفارة. نعم، معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك.